يعني نجاح هذه التجربة باشمهندس عصام طبعا في مدينة 6 أكتوبر وزايد كمان أعتقد، بس يعني في 6 أكتوبر لأن العدد سكان كتير، مرافق كتير، في ناس كانت بتشتكي دلوقتي إن في طرق ممهدة وطرق غير ممهدة، خصوصا إن 6 أكتوبر يعني من أشهر المدن الجديدة اللي بتكون، فحضرتك شايف الموضوع الطرق ده إزاي بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مدينة 6 أكتوبر يعني تعتبر يعني مدينة من أكبر المدن الجديدة، يعني مساحتها دلوقتي 125,000 فدان، تمام، وجاري دراسة ضم ليها حوالي 100,000 أكتر من 100,000 فدان أخرى، نظرا للإقبال الشديد عليها والتنمية اللي بتحدث فيها في العامين الحاليين. يعني هم اتكلموا عن الطرق، حضرتك احنا يعني لو همسك نموذج من النماذج اللي هم بيتكلموا عليها الطرق دي، احنا عاملين خطة لتطوير الطرق في مدينة 6 اكتوبر بتعدي ال 2 مليار ونص. تمام. نظرا للإقبال زي ما قلت لحضرتك والكثافة المرورية اللي في مدينة 6 اكتوبر، احنا طرحنا 4 مشروعات عملاقة لتطوير محاور الطرق في مدينة 6 اكتوبر علشان يسهل على المواطن دخول 6 اكتوبر. تمام. المحور الاولاني حضرتك تطوير وسط دشور الشماليه، ودي مشروع هيكلف 320 مليون جنيه وتم اسناده والبدء فعلا فيه وهيتم خلال سنه. ده بيشمل حضرتك توسيع وسط دشور الشماليه اللي بتربط طريق الواحات بطريق اسكندريه عشان تسهل على المواطن اللي خارج الى طريق مصر اسكندريه. ده هيبقى كل حاره من الطريق هتوسع لخمس حارات مروريه 17.5 متر 17.5 متر. تمام. بالاضافه الى ان احنا بنترك 11 متر للمترو المزمع اقامته اللي يربط مدينه الجيزه بمدينه 6 اكتوبر. 6 اكتوبر تمام. بيشمل المشروع ده حضرتك كوبري على ميدان العبور اللي هو ما يسمى بميدان جهينه، ونقل المرافق وتاهيل المرافق اللي على جانبين الطريق، وده طيب. شغالين فعلا فيه، اسند للشركه كبيره الكوبري والاعمال الطرق وشركه الكهرباء، شركه وزاره الكهرباء بتنقل الكابلات الكهرباء بتاعتها. جميل. المشروع الثاني حضرتك محور الواحات، ده محور من اهم المحاور في مدينه 6 اكتوبر. المحور ده حضرتك كان يعني بيعتبر هو الرابط الوحيد والمدخل الوحيد لمدينه 6 اكتوبر مع طريق الفيوم. ايوه. احنا طرحناه كتطوير 25 كيلو، هيتم تنفيذ 11 طريقين على جانبين الطريق، 11 متر من هنا و11 متر من هنا لدعم طريق الواحات، مع انشاء 6 يوترنات علويه علشان الغي اليوترنات السطحيه اللي بتعوق حركه المرور وبتسبب بعض الحوادث برضو، لان في ناس يعني في وحضرتك برضو في كوبري علوي لحل التكدسات المروريه عند تقاطع الدائري مع طريق الواحات. تمام. هيبقى اللي خارج من اكتوبر مش هيقعد دقيقه واحده ويخش الطريق الدائري، او اللي جاي من الطريق الدائري وعايز يخش اكتوبر مش هيبقى فيه اعاقه في حركه المرور. تمام. المحور الثالث حضرتك اللي هو تطوير وسط الدشور الجنوبيه. وسط الدشور الجنوبيه دي حضرتك اللي هي بتربط المدينه بطريق الفيوم من اخر المدينه وبتربط المناطق الصناعيه. فاحنا علشان حركه التريلات جوه المدينه حضرتك عملنا حلين، في طريق دائري شمالي اللي طالع على اي تريل اللي حضرتك طالع على طريق اسكندريه هتسلكه مش هتخش المدينه. اي تريلات حضرتك طالع حضرتك على طريق الجيزه او بني سويف او الصعيد بتسلك وسط الدشور الجنوبيه. جميل. فلابد كان ناهل وسط الدشور الجنوبيه دي حضرتك، ان احنا بنعمل لها حارتين خدمه، طريقين اساسيين، ولاول مره بنعمل طريقين للتريلات خاص بالتريلات فقط، وحارتين خدمه. طيب. يعني هيبقى عرضه اكتر من 150 متر طريق. طيب. بالاضافه الى انشاء كباري على كل التقاطعات من السكه الحديد او تقاطعات الطرق. جميل. المحور الرابع حضرتك اللي هو طريق الدائري الاوسطي، وتم اسناده فعلا. نسيت اقول لحضرتك ان المحور الواحات تم اسناده ب 632 مليون جنيه، وسط دشور الجنوبيه وانشاء طريق موازي لطريق الفيوم ب 570 مليون جنيه. تمام. والطريق الاوسطي الدائري تم اسناده ب 822 مليون جنيه، بالاضافه الى تطوير الاحياء من 1 لـ 5 طرق، وتطوير الاحياء الصناعيه من 1 لـ 3. تمام. دول هيكلفوا اكتر من 300 مليون جنيه. طيب. احنا يعني ماشيين في تطوير الطرق في مدينه 6 اكتوبر على كذا، لان هي اللي هي بتسهل حركه المرور سواء نقل داخلي او نقل عام او نقل خاص.